طيب خبر بقى، عشان هناخد من الخبر ده موضوع حلقتنا النهارده. اللي قدام حضرتك ده اسمه اكمل قرطان، صرح لموقع عربي 21 وقال لهم في شكل جديد يعني وكأنها مفاجأة يا معاذ، واخد بالك؟ قال لهم الجيش لم يحسم موقفه من ترشح السيسي لرئاسة مصر، وده موضوعنا الرئيس النهاردة واللي عايزين نسألكم ونسمع منكم، يا ترى السيسي فعلا مستني إذن الجيش؟ وهل في احتمال إن السيسي ما يترشحش؟ وليه أصلا بيشغلوا الناس بالانتخابات والنتيجة معروفة ومحسومة؟ ليه؟ لأن أكمل قرطام قال كده، قال أنا ما أعتقدش إن الجيش هيرشح حد غير السيسي، ولو الجيش فكر يرشح حد غير السيسي مش ما اعتقدش ان السيسي هيستجيب. وبالعكس ده زود وقال لك انا ما اعتقدش ان السيسي اصلا لو قعد المره دي، وهو هيقعد طبعا، رشحه الجيش ولا ما رشحوش الجيش السيسي هيترشح. السيسي ما كانش بيقتل الناس ويعمل الهم والغم اللي في البلد ده كله عشان يجي يخلي حضرتك تفوز قدامه، لا لا لا، او ما يترشحش، السيسي هيترشح. الراجل ده بقى بيقول لك ايه؟ بس السيسي مش هيكتفي بالست سنين اللي جايه وهيلعب في الدستور. نرجع فلاش باك 3 أيام ورا كلام محمد انور السادات رئيس حزب التنميه ومش عارف الاصلاح، لما قال له عايزين ضمانه انك لما تنجح في الانتخابات ما تلعبش في الدستور عشان تقعد تاني. ليه؟ لان الراجل شايف نفسه بطل. مش هو مره قال لكم ابجديات البطل غير ابجديات الرئيس؟ هو وهو صغير كانت امه بتروح بتقول له روح اله اشوفك بطل، فهو خلاص من يومها انا البطل، واللي ضحى لاجل مش عارف ايه وتسلم الايادي. هو عايش ده، الفيلسوف العالم الراجل الجامد جدا. فانتوا عايزين تيجي تقولوا للفيلسوف اللي فهمناها سليمان، للراجل الجامد، للبطل، تيجي تقولوا له هننزل حد ياخد منك الرئاسه؟ لا، نزلوا حد قدامي يبقى محلل. بس المره دي زي ما قلت لكم دي مش مفاجاه، هينزلوا 2 3 4، وبرضه الاثنين ثلاثة أربعة دول يخمسوا في 5% ولا حاجة، هو يفوز بإيه؟ بواحد وتسعين 92، يتنازل بقى كفاية 97 لحد كده، يفوز ب92 93 والأصوات البطلة 3% وهم 3% وهم 5% كده، قشطة جدا، يبقى الزعيم مرضي والزعيم البطل، عفوا البطل إيه؟ مرضي. بطل فلاحين زمان كانوا بيقولوا الراجل ده بطل، بمعنيين، يا إما بطل بطل يعني أنجز، أو بطل تعب. ما بالك بقى باللي جاينا تعبان من الاول وجابوه مطيه علشان يوقع البلد ويهدم تجربتها الديمقراطيه. اكمل ارطام بيقول لنا الكلام ده وزياده، ادخلوا على موقع 24 عربي، عفوا عربي 21، هتلاقوا التحقيق ده مكتوب وعمله الصحفي النبيه زميلنا العزيز طه عسوي، وهو يعني قايل كلام مهم جدا تقروه. بشكر طه عسوي على جهده، وسعيد جدا ان عربي 21 قدمت الموضوع ده وتحاورت مع اكمل ارطام اللي قال لنا كتير من الحاجات اللي هي مش مفاجاه بس ممكن تبقى مفاجاه للبعض. وانا فاكر مقوله للرئيس السيسي ان ما فيش رئيس هياخد اكتر من فترتين، بس عشان اي حد لما يكون في ضوابط. حديث اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين المصري لموقع عربي 21 فتح الستار لسيل من الأسئلة والتصورات اللي هتبقى عليها انتخابات 2024 في مصر. الراجل بيتكلم بكل وضوح وبيقول إن الجيش المصري لحد اللحظة دي ما حسمش أمره بخصوص ترشح السيسي للرئاسة، وما حسمش أمره دي فيها كلام كتير، منها مثلا إنه لسه بيفكر، منها مثلا إنه ممكن يكون دي مجرد تصريحات للرأي العام، بل إنه زاد من الشعر بيت وقال إن في مرشح تاني للجيش موجود لو اتغيرت الأمور بأي شكل. لكن السؤال اللي بيكتبه الناس على منصات التواصل الاجتماعي هو السيسي مستني رأي الجيش أصلا عشان يرشح نفسه أو لأ؟ أكمل قرطام هنا ما قدرش يجاوب جواب صريح، فقال إن القوات المسلحة لو شافت مصلحتها في تغييره هيغيروه، لكن السيسي مش هيقبل بفترتين بس. الإجابة مش ممسوكة كويس، فيها من الشرق والغرب، لكن بتحليل الموقف هتشوف إن خروج النظام الحالي من الحكم مش هيكون بسهولة أبدا، لأن في شكوك كبيرة من فكرة إنه مش هيبقى خروج آمن. الدولة المصرية من 2013 ولحد 2023 10 سنين حصل فيهم تفاصيل وبيع وقرارات تنازل وجرائم وتدني،
ودول مش هيعدوا كده، لازم هتحصل محاكمة ولو صورية زي اللي حصلت لمبارك عشان الغضب المتزايد من الناس تجاه السيسي ونظامه اللي شعبيته دلوقتي في أدنى صورة ليها. الحاجة التانية والمهمة هي فكرة النظام في إنه جاي بأمر إلهي مدبر، نظرية بطل أسطوري مش نظرية رئيس. والدليل على ده إن النظام لما قدم نفسه للناس في 2014 ما كانش بيملك برنامج انتخابي، بل إنه كان شايف نفسه المخلص والمطهر لنظام سابق من وجهة نظره، بيقول عنه إنه أغرق مصر ودخلها في النفق المظلم، يعني بيبرر عشان انقلابه العسكري. في رأي تاني بيشوف، ولو إنه رأي مش كبير، إن الجيش ممكن يتخلى عن النظام الحالي زي ما تخلى عن مبارك في 2011، بس مش شايف إن ده الوقت اللي يعمل فيه كده. في كلتا الأحوال الوضع الاقتصادي مأزم كل المواقف، واحنا لو واقفين على رجلينا 5 شهور محدش عنده علم ال5 شهور اللي بعديهم هنقف ولا لا. مستقبل غامض، ومصلحة الشلالية اللي تابعين في فلك النظام هي بس اللي هتتأمن، بينما مصلحة عموم الناس بمختلف طبقاتهم مش في الحسبان. عشان كده حابين نسأل حضراتكم سؤال، هل السيسي مستني إذن الجيش عشان يرشح نفسه؟